يبقى كده كنتوا عارفين لغايه دلوقتي كده خلاصين بس 20
يعني اللي احنا خدناه قبل كده؟ لا لسه في سؤال يعني هيبقى بتاع السؤال عشان تيجي نكتب درجات. السؤال ده اللي انت درجات فيه. ربنا يبارك لك. مش عايزه تفوت كمان ربنا يخليك عشان تفهم. هذه المحاضرة ايه هي المسلسلات؟ مسلسلات اللي هي يعني مسلسلات نهائية من فضل الانجليزي. لو عندي مسلسلة يوم عبارة عن سميشن من يوم الى ايه اللي بيساوي واحد الى انفينيتي يو ام جابر عملية سميشن انا عملية مجموعة بفك المجموعة هبدا اقلب واحد عدد يعني اقلب واحد يبقى لا نهائي يبقى بقول عبارة عن إن الواحد يبقى يو إن الاتنين يبقى اتنين، إن التلاتة يو تلاتة، إلى لحد يو إن هتمشي تمشي إلى عدد لا نهائي من الحدود لغاية ما توصل إلى إنفينيتي. لغاية ما توصل يو إنفينيتي طبعاً ما أعرفش يو إنفينيتي فين، بحط نقط وما بعرفش هي فين. المسلسلة دي ممكن تكون تقاربية التقاربية ده اللي إحنا بندرسه اسمها كونفرجن. ممكن تكون تباعدية. تباعدية يعني ايه دايماً؟ يعني ايه سيريز؟ تعالوا نشوف. يعني لو بس السيريز يبقى انا دلوقتي بدرس من ناحية التقارب والتباعد. ايه هو التقارب؟ هنعرف دلوقتي معناه. ايه هو التباعد؟ هنعرف معناه. المسلسلة تبقى مكتوبة ازاي؟ لو بقول ايه؟ سميشن من ان بتساوي واحد انفينيتي واحد على ان. دي مسلسلة توافقية، هنعرف بعد كده ان دي تباعدية. دي دايفرجن، تعرف بعد كده تباعدية. هنقول دي واحد على ان، ببدأ أفكر، بقول عبارة عن واحد على واحد. زائد واحد على ان، ده عدد بيعد، بيعد ان بواحد، ان باتنين، ان بتلاتة، ان بأربعة، إلى ان العدد ده نهائي من الحدود. زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على أربعة إلى واحد على إن إلى عدد لا نهائي من إن بلا نهاية بتدينا صفر. دي بالنسبة دي إن بلا نهاية بتدينا صفر، يعني تفضل تتنقل تتنقل لغاية عند إن بلا نهاية بتدينا صفر. لو بقول إيه؟ سميشن من إن بتساوي واحد بإنفينيتي واحد على اتنين أس إن، خليها إن بزيرو. دي برضه متسلسلة. هنعرف بعد كده هل هي تقاربية أم تباعدية؟ هنعرفها بعد كده. هتدينا، هحط إن الزيرو يبقى واحد على اتنين أس صفر بتدينا واحد على واحد. إن بواحد يبقى واحد على اتنين أس واحد. وإن الاتنين واحد على اتنين لكل تربيع. إن التلاتة واحد على اتنين لكل تكعيب. إلى واحد على اتنين أس إن، وبعدين تاخد عدد لا نهائي من الحدود رقم أس للإن. طيب لما أقول سميشن ان من زيرو لانفينيتي ان دي هنعرف بعد كده تباعديه، دي هنعرفها بعد كده ان هي تقاربيه، هنعرفها بعد كده. ان العدد حتى هي ان ب1، ان ب1 يبقى 1، ان ب2 ب2، ان ب3 ب3، ان ب4 ب4، الى ان ب لان العدد لا نهائي من الحدود توصل لما لا نهائي. عايزين نعرف المسلسلات دي هل هي تقاربيه ام تباعديه؟ الاختبار اللي هعمله ده ما بنعملش بيه. بس ده التعريف بتاع التقارب والتباعد، مش بحل بيه خالص. عملية المجموعة أنا ما بحلش بيها. هنعمل بعد كده بعملية اختبارات،
هنعرفها بعد كده، هيبقى اختبار مقارنة أو اختبار أول حاجة اختبار اللي يتسمى اللي هو الحد اللي يعني ده بنعمله للناس كلها. يعني هو لسه هو بس هو اختبار الحد المهم بنعمله في الأول بتبين لي إن هي تباعدية لكن ما بتبينش لو هي بين التباعد والتباعد ما بتبينش يعني اختبار ما بيبينش. بعد كده بنعمل اختبار المقارنة لما اختبار الجد الجذر بيتسمى بوش او اختبار التكامل او اختبار النسبه ولو كانت متردده بنعمل اختبار التردد هنعرفه بعد كده. وبعد كده باور سيري من باب الدم باب مبين ورحله وسائل اللي هنحاسبه بعد كده. ايه هي؟ اول حاجه ايه تعريف التكرار وايه تعريف التباعد؟ زائد ربع زائد ثمن ثمن
الدين اس واحد تبقى نص، الدين لكل سكوير تبقى ربع، الدين لكل كيوب تبقى ثلث. هي دي هي دي. عايزه اعرف مسلسل النار. ايوه اول رقم واحد. نعم افتكرتها ست. اتنين اس صفر بواحد. اتنين اس صفر بواحد. اتنين اس زيرو بواحد. اديني سامي. الان بواحد. الان خلاص مش كده. ما خدتش بالي. لا 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 لو انتوا ساكنين بقى في حته ثانويه عامه، عايزه اجيب مجموع، عايزه ادرس هل هي تقارنيه ام تباعديه؟ يعني دي هنعملها بعد كده في ورق النسبه، مش هعملها بالطريقه دي، يعني هشتغلها بعد كده عشان الانسان القرص متغير او الدين والسلام، هشتغلها بالطريقه النسبه، بس النسبه لسه ما خدتهاش. هقول ايه؟ هعملها بالتعريف. أول حاجة دي متوالية هندسية. ليه؟ أول حد واحد اللي بيسأل متوالية هندسية. لو ضربنا في نص أدي نص، إذا في نص يبقى ربع، إذا في نص يبقى ثمن. يبقى نجيب الأساس، النص على واحد بتساوي نص. هتضايق أول واحد. هتضايق الأول اللي هو إيه؟ بيساوي واحد. هدا الاخير واحد على ان، مش هاخدها طبعا الى هو بيقول مجموع النهج. هدا الاخير عباره عن واحد على ان. يبقى انا دلوقتي هدا الاول ايه؟ هدا الاخير واحد على ان، اساسها اللي هو الار بيساوي نص. مجموعة المتوالية الهندسية خدناها السنة اللي فاتت، السبميشن بتاعها أنا بجمع هنا حد اس ان بيساوي إيه؟ حد الأولين واحد ناقص ار اس ان على واحد ناقص ار، عددهم إيه؟ عددهم هنا حد. نيجي دلوقتي نعملها، هنقول دلوقتي ايه؟ واحد ناقص ار اس ان، دي عشان تبقى اكبر خليها لي هنا 2 اس ان ناقص واحد، وانا تبدا بزيرو عشان خدوا لنا حد. يعني هي هي مبدا 2 ان ناقص واحد، لما ان بواحد يبقى تدينا واحد على 2 اس ان تبدا بواحد، ان ب 2 تدينا نص، ان ب 3 تدينا ثلث. يبقى خليها لي واحدة على 2 ان ناقص واحد، عدد الحدود ايه؟ عدد الحدود ايه؟ لا سوري ابدا بواحدة. واحد ناقص واحد دي عشان نجيبها 2 اس 2. ابدا بايه بواحد؟ يبقى تدينا واحد ناقص نص اس ان على واحد ناقص نص، والحد الاولاني ايكوال 1، ايه 1 والارض نص، ده اس ان. هاخد ليميت لما الكلام ده ايكوال انفينيتي، يبقى لو اقول ليميت ان الدروب لانفينيتي واحد ناقص نص اس ان على النص. طيب نص 2 اس ما لا نهايه ما لا نهايه، واحد على ما لا نهايه بزيرو، يبقى تدينا واحد يبقى تدينا 2. ادتك كميه فاينانت ولا لا؟ ادتك كميه فاينانت يبقى على طول المسلسله دي تقارنيه. هقولها تاني. واحد ناقص نص دي التوالي الهندسيه. هتلاقي الاول ايه بواحد؟ واحد ناقص الارض نص مرفوعه اس ان على واحد ناقص ار واحد ناقص نص تدينا نص. تعالوا بقى انت في انفينيتي 2 اس ما لا نهايه ما لا نهايه، واحد على ما لا نهايه بزيرو، واحد ناقص زيرو تدينا واحد على نص تدينا 2. ادتك 100 فاينانس، يبقى السلسله بتاعتي تقارنيه.
يبقى أول واحدة دي تطوري. نيجي بعد كده نبدا السلسلة الثانية. وحتى لو المسافة دي هي أول جزء كده تبقى كده. يبقى إيه تعريف التطور؟ لما باخد إن حد مجموع باخد لها الليمت إن إن بروبلم سكيلز لو جت في 100% تبقى متسلسلة بتاعتي تطورية. تعالوا بقى هنا. دي متبني على دي ليه؟ كل مرة نزود واحد واحد زي واحد اثنين اثنين زي واحد ثلاثة ثلاثة زي واحد أربعة الزقم مجموعها بكام؟ ده ايه اللي بيكلمه؟ مجموعها اسم بيساوي عددهم ان العدد ان ان على اثنين الأول زائد الأخير الحد الأول زائد الحد الأخير أيوة أنا أحكي إن على اثنين عددهم إن على اثنين الحد الأول زائد الحد الأخير تدينا إن على اثنين الحد الأول بواحد الحد الأخير بين ده الحد الأخير وده الحد الأول تدينا واحد زائد ان لما اخد ليمت ان بتروح لانفينيتي تدينا ان على اتنين وان زائد واحد ادتنا انفينيتي ادتنا اعمال النهايه يبقى تبعد ايه؟ يبقى متسلسله ان تبعد ايه؟ متسلسله ثانيه واحد على اتنين ناقص واحد ان تبدا بواحد طلعت تقارب هل أفضل مترددة؟ مترددة تبقى ماشية مرة مجربة ومرة سليمة حواليك ليه مرة كنت بعضها؟ نعم نعم ادي طلع دي تقربية ودي طلع لها على كل المسألة ودي طلع ايه؟ تبعها هل أفضل مترددة؟ summation من ان بتساوي واحد انفينيتي ناقص واحد قدام من ان بتساوي زيرو من النهايه ناقص واحد قدام لو سمحتوا بقى ركزوا معايا مش عايز صوت لما حد البيت الف وبدال عشان ما تشتغلش بالطريقه دي مش عايز صوت خالص شد الفم كل ده ما بتشتغلش بيه حتى ان الزيرو تدينا واحد ان الواحد ناقص واحد ان الاثنين واحد ان الثلاثة ناقص واحد ان الاربعة بواحد ان الناقص واحد ناقص واحد بوجود واحد ايه ده واحد دي متردد ناقص واحد وسالب ان الستة دي ده واحد ان الواحد ناقص واحد ان الاثنين ناقص واحد وكل التربيع بوجود واحد ان الثلاثة ناقص واحد ان الاربعة فهجمع ان عدد موجب هجمع ان عدد زوجي سامنيشن هجيب اس ان لعدد زوجي يبقى واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد بيدينا صفر يبقى الليمت بتاعها بيدي زيرو بيدي زيرو لو انا اللي جمعت ان عدد زي فردي فردي يبقى بتدينا ليميت ان بتروح لانفينيتي اس ان فردي بتدينا واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد بتدينا موجب واحد يبقى مره بتدينا لو زوجي ادتنا زيرو لو فردي ادتنا كام؟ واحد يبقى ما ينفعش تكون تقاربيه ليه ادتنا تلتين للنهايه؟ هل النهايه تبقى موجوده؟ لا بتدينا في مؤامره تلتين خد بالك لو عندي عدد زوجي اربعه بتدينا زيرو خد عدد فردي خمس واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد يبقى ادتنا موجب واحد يبقى ادتنا واحد يبقى لو عدد زوجي ادتنا زيرو لو عدد فردي ادتنا واحد هل بتدينا نفس كميه الليمت؟ لا يبقى الاقل ليمت موجود؟ لا يبقى في الحاله دي تبعوي خد عدد عين زوجي واحد اثنين
اثنين ثلاثة أربعة إجماع تطلع ثالث تاخدهم ده ثالث زود عليهم واحد تطلع بإيه؟ واحد هل دي تتنفس النتيجة؟ لا يبقى ليه موجودة الإسطنبول؟ مش موجود هل ليه موجود؟ لا ليه بتدينا مرة زيرو ومرة كام؟ واحد يبقى ليه ده الناطق دي يبقى في الحالة دي المتسلسلة تبعهم هندسية لا ما بعرفش اجمعها بحاول ان انا اقارنها بحاجه اعرفها
هوريك ازاي بالذات. بقول نفس المسلسلة دي بقارن بيها. خد بالك كل عدد خد ثلاثة أصغر من اثنين، يعني كل ما بروح أصغر. بالتالي لما أقسم نص ولا أقسم تلت، النص طبعا يبقى أكثر من التلت. لو قسمت ربع وتلت يبقى ربع أقل من التلت أو التلت أكبر من الربع. لو بقول خمس وربع يعني الخمس أقل من الربع أو الربع أكبر من الخمس، يعني كل ما بروح بتقل. شوف هعملها ازاي، يعني أي رقم في الآخر يعني ده أكبر منه، لو وقفت هنا يبقى ده أكبر منه، لو وقفت هنا ده أكبر منه. صح كده؟ طيب حط الرقم الصغير، هقول دي لو أنا بقارنها بواحد زائد نص. زائد تلت وربع خليها ربع، حط الصغير. يعني دي أكبر من دي. دي أكبر من دي. يعني لو قلت تلت وربع أكبر من ربع وربع. طب لو جمعت هنا قلت إيه؟ هاخد التمن، خدت أربعة مع بعضيها. يبقى تمن زائد تمن زائد تمن زائد تمن. خد بالك أنا بخلص بيتها بطريقة معينة. نعم، هقولها تاني. أنا عندي مسلسلة. لو أنا ببص للربع والتلت، أني أكبر؟ التلت أكبر. يبقى أنا لو خدت الربع ده وخدت بدل التلت ربع، المسلسلة دي أني واحدة أكبر من التانية؟ اللي فوق أكبر من اللي تحت. صح كده؟ طب لو أنا خدت تمن وتمن 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 لآخر واحدة، يبقى اللي فوق أكبر من اللي تحت. خد بالك. هنيجي نجمع دي هتدينا واحد زائد نص، بحاول ان انا اقارنها. ربع زائد ربع بتدينا نص. ثم زائد ثم زائد ثم بتدينا نص. زائد. لما اجمع المسلسلة دي واحد زائد نص زائد نص زائد نص زائد نص بلاش اروح للانفينيتي. هل تدينا في المية ايه؟ هتروح لغاية الانفينيتي. يبقى هل تدينا يعني عمرها عقدين هتبقى بكام؟ بنص. يعني شوف انا جمعتها ازاي؟ اخدت حدين خليتهم نص. اخدت اربع حدود هاخد تمن حدود واحدة على 16 هخليها برضه نص، هخليها كلها ايه؟ واحد زائد نص زائد نص زائد نص للآخر. لو جمعنا دي هتدينا، لو جمعناها هتدينا كمية كام؟ هتدينا من النهاية المجموعة. هاخد نص بعدد لا نهائي يبقى هتدينا النهاية كام؟ هتدينا انفينيتي. من نتيجة انفينيتي يبقى تباعدين. ودي أكبر منها. حاجة كبيرة تباعدية ودي أكبر منها، يبقى السور طلع إيه؟ تباعدية. هقول لك تاني، شوف عملتها إزاي، طبعًا اللي ملهاش عليها غير كده. هقول لك تاني، أنا عندي واحد زائد نص زائد تلت زائد ربع ماشي كده على طول. لقينا إن التلت أكبر من الربع، أخدنا الحد الأخير من كل واحد. لو أخدت هنا ربع وربع، أهي بدل ربع دي تلت ربع أكبر منها. بعدين هنا توم اخدت اربع حدود، كل هنا واحد على ثمانية، خلي دي واحد على ثمانية، وخلي دي واحد على ثمانية، ودي واحد على ثمانية، زادت اربعة على ثمانية يبقى نص. هاخد بعد كده واحد على 16 ثمان مرات هتدينا برضه نص. هاخد واحد على 32 12 مرة هتدينا برضه نص. يبقى هحاول ان انا اخليها متصفحة على طول. لو جمعنا دي هتدينا من النهاية ودي أكبر منها، يبقى برضه تدينا أكبر من لا نهاية بلا نهاية، يبقى مجموعها إدى بلا نهاية يبقى على طول تباعدين. نعم. لا دي أكبر. دي مجموعها تدي إنفينيتي. لا معرفش دي ما تقدرش أحسبها، صعب عليا. عشان تجمعها صعب. لازم تجيب لها سهولة، دي سهلة. ليه؟ أنا خليتها كلها رصاص، واحد زائد نص واحد ونص، زائد نص باثنين، زائد نص اثنين ونص، زائد نص ثلاثة، ثلاثة ونص أربعة، بص لغاية ما لا نهاية يبقى الواحد. معرفش تجمع دي، أنت بتحاول تجيب حاجة معروفة. يا ابني ما تحلش الطريقة دي، خدها كده بعينيها. ما بنحلش بيها، بس أنا فاهمها جايبة إزاي. حاجة في الكتاب لازم نقولها. على الصوت. انا اختاروا يا قلبي. ايش قال؟ ايه ثاني لا بقى جدا هو
ولسه ما بدأناش برضه. دي بقى أول حاجة كنا نجحت من كده مش مين اللي جنبك يا ولا اسلام؟ روح احمد ايمن. ايه روح امام نايم ليه؟ تعبان انا الحمد لله كويس. كل ده بس الموضوع هي لنا عايزين منك الجديد، عايزين منك بس الجديد، يعني هي الجديد اللي عايزين تعرفه الاول. بعد كده اختبار الادب، انا عندي مسلسله عباره عن يوماني والتاني وقال لي يا مالك هذا اختبار الادب. هقول ليه الدروب ان بتروح للانفينيتي اليوم لو جت نوت ايكوال تو زيرو تبقى تبعه ايه؟ لو ادتنا بنسوي زيرو ما بقاش عارف هل هي تقاطعيه ام تبعوديه. نعملها اختبار بعد كده. اول تاني اول اختبار بنعمله اختبار لحد النهارده. ده بيرفكت ان بتروح لانفينيتي يو ام. لو ادتنا نص ايكوال تو زيرو ادتنا بواحد باثنين بنص بثلث المهم الاثنين ستيب. يعني جدا نوت ايكوال تو زيرو تدينا واحد اثنين ما لا نهايه تدي زي ما تدي يبقى على طول اقول تباعديه والمساله خلصت. لو انا موجوده اختبارات يعني الدباب كله اختبارات بتبين لي هل هي تقاطعيه ام تباعديه؟ هل هي بتقرب لكميه معينه ولا الدباب بتروح لانفينيتي؟ القطعه بعديها لو ادتنا سيرس ما بقاش عارفه اقرب بقول احتمال تقاطعيه ام تباعديه. في الحاله دي بدور لي على حاجه اعرفها. أو تاني نعمل اختبار لحد النهاية. ليه إن بتروح لمدى النهاية لحد نون يو إن؟ لو اديتك رقم نوت إيكوال تو زيرو المسألة خلصت بتقولي تباعدية. لو اديتك صفر ما تبقاش عارف تقول هل هي تقاطعية أم تباعدية أنا مش عارفة لازم أعمل اختبار تاني. يبقى أو تاني أنا عندي إيه؟ اختبار اليو إن. لو ادتنا نوت ايكوال تو زيرو يبقى على طول تباعدي، لو ادتنا بزيرو يبقى على طول تقاطعي. عايزه احط ليميت. هرجع ليميت، لو ليميت انت بتروح لانفينيتي. عندي بولينوميال فوق بولينوميال تحت. لو درجة البر أقل من درجة المقام الليمت على طول بزيرو. ليمت إن بتروح لإنفينيتي. لو درجة البر البر اللي هو النيوريتر المقام اللي هو الدينوميتر درجة البر أعلى من درجة المقام الليمت على طول بإنفينيتي. لو درجة ليه من ان بتروح لانفينيتي. لو درجة البر تساوي درجة المقام باخد معامل كوفيشنت معامل أكبر قوة على معامل أكبر قوة. معامل هو كوفيشنت. ندي اكزامبل عليه. اللي ده مهم كنت السنة اللي فاتت بتعملوه في الثانوية العامة بتقسم على أكبر قوة. قال له ما عملوش كده وطلع النتيجه على طول. وبعد كده الدكتوره اللي انت مع الرباط الدكتوره الرباط هتديكوا قاعده اسمها اوبيتال. الفاضل فوق لوحده وتحت لوحده طلع عيني على طول. اسمها قاعده اوبيتال. انا دلوقتي بالنسبه لي لو ليمت ان بتروح لانفينيتي ان سكوير زائد 4 على 3 ان كيوب زائد 4 ان سكوير زائد 5. فوق أوطى من تحت يبقى على طول بزيرو. لو قلت إن بتروح لإنفينيتي إن كيوب زائد 4 إن سكوير زائد 6 إن زائد 7 على إن سكوير زائد 4 إن زائد 5.
فوق على تحت مرة بالكتفين، فوق أو تحت يبقى طول بزيرو، فوق أعلى من تحت يبقى طول بإنفينيتي. ليميت أنت بتروح لإنفينيتي، تلاتة إن سكوير زائد أربعة إن زائد ستة على خمسة إن سكوير زائد سبعة إن زائد واحد، فوق قد تحت، فوق قد تحت، معامل أكبر قوة على أكبر قوة، يبقى تلاتة على خمسة. الكلام ده مهم بالنسبة لي، يبقى هقول فوق على من تحت بزيرو، فوق أوطى من تحت، سوري فوق على من تحت بإنفينيتي، فوق أوطى من تحت بزيرو، فوق قد تحت معامل أكبر قوة على أكبر قوة. دي محتاجات. كنتوا السنة اللي فاتت بتقسموا على إن أكبر قوة. إيه؟ بتقسم عليها فوق وتحت. كنا بنعملها كده في الثانوية العامة، مفيش وقت إن أنا أعملها هنا في الكلية. على طول بطلع. الناس اللي بتتفتح بره ورا لا تاخد لا تقعد. يا اما تقعد يا اما تقعد. تعالوا بقى نشوف. ندي مثال على الكلام ده. هاخد بقى مثال على حد النوم. افتكر المتسلسلات الاديه. سميشن من ان بتساوي واحد انفينيتي 3 ان سكوير زائد 4 ان على 7 ان زائد 1. اكتب المسلسله. سميشن من ان بتساوي 2 لما لا نهايه 4 ان كيوب زائد 6 ان زائد 1 على 3 على 7 ان كيوب زائد 4 ان. نعم. أنهي واحد؟ جيب؟ دول دي كنت تجيب تبقى تبعوضية على طول. تبعوضية يا ابني. دول دي كنت تجيب تبعوضية تبقى تبعوضية. طيب نرجع. يا ابني مش خليت دول تاني بقى في الناس دي ولا تاني مجموع. لذلك تعديش المجموع. يا بابا الحد النوم نفسه. ايوه دكتور الحد النوم ده بقى. الحد ده يقول لك المسألة ده حد النوم. المسألة اللي اديها لك دي اسمها حد النوم. بس حتى الدكتور حسين هل عطى في المحاضرة بتاعته وهل جاب واحدة وجاب الحد النوم بتاعته ولا مش عارفة. ده مسألة. أنا عايزة أكون يا أستاذة دي. هو لسه بدا يوم بدا او ما حدش فاهم حاجه. بص يا ابني ده اسمه حد النوم، ده اسمه حد النوم اللي فيه ان. نمره ثلاثه سميشن من ان بتساوي واحد انفينيتي 4 ان زائد 1 على 3 على على 3 ان سكوير زائد 6 ان زائد 5. ثالث مثال. ثالث مثال عايزة اعتمد بس المسلسلات الأدبية محدش يفكر في التداول. سؤال تاني. تداول اللي هو دايفرجن. بص اللي جاب لي كان دلوقتي اللي كنت بعمله الاول كان عباره عن الفاميليشن المجموع. وكنت ببطل المجموع ودي ما بتتعملش ده من تولي اعداديه او هندسيه. لو المجموع بتاع دي بتاع انت في الهيب فاي ناين يبقى تبعوضيه. لو انت في الهيب فاي ناين يبقى تبعوضيه. دي عاوزه مجموع. دلوقتي ببطل حد زي ده. الكام اللي هو بتاع حد يعني افرض انا عندي ده اسمه حد النوم يا بقول ايه؟ سميشن ان بتساوي 1 انفينيتي 3 ان على 4 ان زائد 4 ان زائد 3 دي لوحدها ده اسمه حد النوم. لما بتساوي 1 ان بواحد تدينا 3 على 7
لا بعد اللي سبعة إن بواحد اللي بتدين تدينا ستة على 11 اللي تلاتة تدينا تسعة على 15 زائد حد النوني تلاتة إن على أربعة زائد تلاتة زائد حد النوني زائد دو التانية زائد حد النوني يو إن اللي أنا بديهولك لما بتكون إحنا متسلسلة فاهميني؟ يعني لما فكرتها بدنا متسلسلة وده الحد النوني بتاعها يعني باخد الحد النوني واخد الليل بتاعه لو اعطانا نقطة يكبر زيرو قول لي تبعه ايه؟ او لو ادتنا زيرو لو ادتنا نقطة يكبر زيرو ما بتساويش ست دي على طول تبعه ايه؟ لو ادتنا ست احتمال تفاوتية او تبعه ما بقاش عارفة الموقع ادور على حاجة تانية اعمل بيها خلاص ماشي تعالى بقى نشوف فهمتوا ايه الحد النوني ده الحد النوني فهمتها دلوقتي؟ ممكن امسح بقى؟ تعالوا بقى نشتغل المسألة ولا ايه؟ أول واحد نمبر 1 أربعة سبعة أخد قيمة قيمة بتروح لإنفينيتي لحد النوني اللي هو 3 إن سكوير زائد 4 على 7 إن زائد 1 فوق أعلى من تحت 3 4 إن فوق أعلى من تحت كل واحد مش إنفينيتي يبقى على طول لإنفينيتي يبقى على طول تبعه دي وخدت نمرة اتنين ليه ده اللي بتروح لإنفينيتي أربعة إن كيوب زائد ستة إن زائد واحد على سبعة إن كيوب زائد أربعة إن بستعمل على طول اختبار المقارنة يبقى تعمل ايه بولينوميال بولينوميال يعني في اكس سكوير اكس كيوب روت اكس ممكن روت اكس اكس سكوير مختلف على 2 يعني في اكس او ساين على ان سكوير ساين على ان اكس 4 ده يجي بقى عدد ضوئي ساين على ان سكوير او ساين على ان اكس 4 عشان تطلع في الضوئي يعني عشان تطلع حسب بعضيه كبعضيه ولا حسب بعضيه يبقى انت استعمل كومباردون تيست بستعمله لو عندي بولينوميال على بولينوميال او عندي واحد على بولينوميال او عندي بولينوميال او عندي ساين او كوساين مقسوم على ان او ان سكوارد او ان كيو من فوق تعالوا بقى نشوف نعملها ازاي يعني برضه كسرات الحديد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بنعملها انا ما بعملهاش بالمقارنه بعملها بالصوره العمليه ليها حواليك الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه الطريقه المريحه بس انا بفضل الصوره العمليه بتاعتي في ناس بتقارن دي اكبر من دي اكبر من دي ممكن تلخبطها في الامتحان هقول لك عليا عشان كده انا مش هخلص ضمير الراجل عايز احل بيها تاني بس احسن حلو بالصوره العمليه عندي اختبار المقارنه summation من n بيساوي 1 لانفينيتي n عايز اعرف هل هي تضاربيه ام تبع ب؟ هو كل الباب عايز تبين هل هي تضاربيه ام تبع ب؟ مفيش اكتر من كده. ايه انا عايز اعرف تضاربيه ام تبع ب؟ باجي اشوف البي سيريز اقارن بيه يبقى هجيب بي ان بي ان عباره عن البي سيريز وحطيت ازاي بجيبها هعلمك ازاي بجيبها بي ان عباره عن بي سيريز اللي هي سيجما واحد على ان اس 2 لو كانت البي اقل من او مساوي واحد تبع بي لو كانت البي اكبر من واحد تقارب بي يبقى البي ان عباره عن البي سيريز يبقى الصوره العمليه للقانون الصوره العمليه بتعمل ايه؟ بتاخد ليميت اللي بتروح لانفينيتي بقيت بي ان على بي ان بشتغل بالصوره العمليه وهوريك المقارنه بالطريقه الثانيه ازاي بجيب اي ان على بي ان لو كانت كميه فاينايت كميه محدده ما بتساويش الزيرو يعني اصلا انا بقارن ببي ان بي ان البي سي بتبقى احسن واقع هي تقريبيه ام تبعويه وبقسم اي ان على بي ان لو اديتنا كميه فاينايت ما ساويش السيف
بتدينا كمية محددة اللي هو ما بتساويش كام زيرو، بتبقى AN على حالة BN. لو كانت BN تقاربية يبقى AN تقاربية، لو كانت BN تباعدية يبقى AN تباعدية. هقول تاني الصورة العملية للفورمولا، أنا عندي AN تبقى بولينوميال على بولينوميال أو واحدة على بولينوميال، بقول إيه بجيب BN اللي هي دي كير ومقسمة دي على دي AN على BN، لازم تدينا كمية فاينالي كمية محددة ما تساويش الزيرو، ومقايلة AN على حالة BN. لو كانت بي ان تقاربيه تبقى اي ان تقاربيه، لو كانت بي ان تباعديه تبقى اي ان تباعديه. دي الصوره العمليه بتاعتها. الصوره الثانيه اللي مش عايز يحل دي يحل ازاي؟ شوف دلوقتي ايه الاي ان دي عامل؟ طب البي ان بتبقى انت عندك اي ان، طب الان ماشي. الصوره الثانيه الطريقه الثانيه ما بحبش حل دي، بجيب بي ان وقارن ده بي ان اف التباعديه، بي ان اف كانت تباعديه بس من دي سيريز يعني بي ان انا بصور طريقه ازاي بقارن. بقول ايه؟ بجيب بي ان، لو كانت اي ان اكبر من بي ان ودي اصلا تباعديه ودي اكبر منها اذا اي ان تباعديه، بتقارن بقى بتشوف دي اكبر من دي ولا دي اكبر من دي. الحاله الثانيه لو كانت بي ان تباعديه يبقى على طول اي ان اقل منها، اقل من بي ان، لو كانت دي تقاربيه ودي اقل منها يبقى برضه تقاربيه. الطريقه دي ما بتبقاش واضحه قوي يعني بالنسبه لي، او تقدر تقارن الارقام صعب عليك، لكن الاسهل ان انا اشتغل بصوره ايه؟ العمليه، ان انا بجيب بي ان واقسم بي ان على اي ان على بي ان، لو ادتني كميه فاينانس ما تساويش الزيرو بقول اي ان على حاله بي ان، بي ان تقاربيه كانت تقاربيه دي تباعديه. نعم؟ لا دي طريقة تانية برضه بتاعت المقارنة. بتجيب بي ان تبقى عليها يا اما تقاربية او تباعدية. بتقول بقى ان انت جايب ايه؟ اي ان مقارنة بي ان. لو كان بي ان تباعدية دي اكبر منها يبقى اكبر من تباعد بتاع تباعدية. لو كانت دي تقاربية والتانية اي ان اقل منها يبقى برضه ايه؟ تقاربية زيها. بس الطريقة دي ما بتنجحش ابدا. الطريقة الأولانية نعم؟ لا ما بتعرفش تقاربية. باعتبار كنت الأولانية بتبقى عاملة ازاي؟ ناخد مثال على الكلام ده. اكزامبل اختبر المتسلسلة سيجما ان بتساوي 1 انفينيتي 3 ان زائد 4 على ان اس 4 زائد 3 على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1. نعم. لازم تطلع فاينل، استحالة تطلع غلطان من الفرن، استحالة لازم تطلع فاينل. لو طلعت غلط يبقى انت غلطان. لكن عمرها ما بتطلع غلط، حواليك استهبل واغلط، حواليك ازاي تطلع غلط. عايز اعرف المسلسله دي هل هي تقاربيه ام تباعديه؟ خلاص الاختبار اللي يتسمى. 3 ان زائد 4 على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1. فوق اصلا من تحت دينا زيرو احتمال تقاربيه ام تباعديه؟ مش عارفه. عدد زيرو مش عارف هل هي تقاربيه ام تباعديه؟ هفكر. هو بتديني ايه؟ بتديني بولينوميال على بولينوميال بس هو المقارنه. تعالوا اقارن. حواليك اقارن. بتديني بولينوميال على بولينوميال يبقى لازم اختبار المقارنه. تعالوا اختبار. ادي ايه ان ومحطها كده اهو 3 ان زائد 4 على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1. يلا. قوم جايبين بي ان، شوف هجيبها ازاي. بقارن اهو. باخد اكبر باور فوق، ادي ان. قوم جايبه اكبر باور تحت، ان اس 4، بقارن.
ان 2. هقول للقيسي ان الدلتين 3 افضل من 1 تبقى تفاضلي. اقول تاني باكل انا واخد بولينوميال على بولينوميال، باكل اكبر واحد فوق ان على اكبر واحد تحت ان اس 4. ان على ان اس 4 بتدينا واحد على ان 2 صح كده؟ اديت كام؟ 3 اكبر من 1 ولا اكبر من اقل من 1؟ اكبر من 1 تبقى شكلها ايه؟ تبقى شكلها ايه؟ تقاربيه. تعالوا نعمل اختبار المقارنه. عندنا الدكتوره العمليه هنقول خدت اكبر اس فوق واكبر اس تحت من غير اكبر بس طلعت واحد على ام اس ايه الثلاثه ايه اللي احنا قلناها ايه ان على بي ان اكبر من واحد ولا اكبر حاسب ايه ان على بي ان الصوره العمليه هقول ليه ان بتروح لحته ايه ان اللي عباره عن 3 ان زائد 4 على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1 على بي ان بقى ان كيو بتاعته على بي ان بقى ان اهي بي ان اهي واحد على ان كيو لما تتقسم تطلع لي ان كيو دي بعتتنا ليه ان بتروح لانفينيتي حضرتك بقى 3 ان اس 4 زائد 4 ان كيو على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1 فوق قد تحت يبقى تدينا 3 على 5. الداتا كمية فاينايت ما تزودش زيرو تبقى ايه ان على حاجه دي ان. دي ان شكلها ايه؟ دي ان شكلها ايه؟ تفاضلية اذا ايه ان التفاضلية؟ هقول لك ايه؟ أول حاجة عملنا اختبار المجتمع ده نزيل احتمال تفاضلية أنت بعدين. قلنا دي بولينوميال على بولينوميال، أخدت إن فوق وإن إن أس 4 تحت. يبقى بي إن عبارة عن إن على إن أس 4، ده إحنا واحد على إن 2. دي التلاتة يبقى تفاضلية. بعد الاختبار بقسم إيه إن على بي إن. بقسم إيه إن على بي إن. إدتنا 3 إن زائد 4 على 5 إن أس 4 زائد 3 إن سكوير زائد 1 على بي إن يبقى إن 2 بتطلع ضربنا 3 ان اس 4 على 4 ان كيوب على 5 ان اس 4 3 ان سكوير زائد 1 فوق قد تحت ده 3 على 5 ده كميه فاينل ما تساويش زيرو ايه ان على ال بي ان بي ان شكلها ايه تفاضليه اذا ايه ان تفاضليه احنا الاسهم لو طلع غلط وريك ان تطلع بالظبط لو طلعت غلط بتطلع غلط لان انت كان بتعمل ان سكوير هتطلع فوق او تحت انت زيرو بس ما فيش يعني لازم تجرب ايه؟ صح ناخد مسألة كمان. استنى؟ ناخد مسألة الكتاب. أول إضافة في الكتاب عطي. نعم. نعم. إيه؟ لا لا، لو إنت في نعم لا فشل ده الدلتا غلطانة وهي بولينومي الدلتا غلطانة. انا مش صلي بلاك فاينانس انا اللي على حل دايما اطلع ما ينفعش صح يعني لو انا مكتبه غلط بيطلع غلط يعني انت بتعمل واحد على ايه؟ ادتنا هنا ان ادتنا هنا 3 ان سكور على ان اس 4 فوق اكتر من تحت يبقى ده ادينا دي مكتوبات فاشل انا كنت غلط لازم اغلط في العقل يعني بتطلع غلط انت لما انا غلطت بدون غلطان لكن استحاله تطلع غلط استحاله لازم تغلط في العقل نعم اقول لك ايه؟ اقول لك اقولها 3 ان زائد 4 على 5 ان اس 4 زائد 3 ان سكوير زائد 1 بولينوميال على بولينوميال باخد ال ان بي ان باخد ان فوق وتحت ان اس 4 بحل تدينا 1 على ان كيوب في 3 اكبر من 1 تفاضلية بعد الاختبار دوت لازم اي ان على بي ان ادي اي ان على بي ان تبقى ان كيوب طلعت فوق ادتنا ان اس 4 على ان اس 4
كده كده الداتا بتاعتها رقم في الداتا فاينل الداتا ويت في كام 0 اي ان على حاجه دي ان في واحد دي ان تلاقي ان التطوريه ان الاي ان التطوريه قدمنا قبل ما تروح كل ما ده لا قبل ما تروح للاسبوع الجاي ازاي وبالتالي اتنين صفحة 11 انا وصلت صفحة 11 عشان تبقوا عارفين ولسه ليه يا عم ولسه اللي جاي يا لو سمحت السالفة سمحت عشان بس تفهموا وصلها 20 درجة دي هي في الامتحان ما فيهاش أي ثانية بتبعت لنا اختبار وتحطه ما فيش أي مشكلة فيه يعني أسهل كتير من باب المدرسين كين الناس ثلاثة على إن سكور زادين ناس واحد بولينوميال على بولينوميال حاول الاختبار اللي يتسمى اثنين الناس ثلاثة على إن سكور زادين ناس واحد فوق أفضل من تحت من زيرو احتمال تقاربية أنت بعضية مش عارف نيجي بعد كده بعمل ايه؟ هجيب لي اي ان اي اثنين ناقص ثلاثة على ان سكوير زائد ان ناقص واحد هجيب لي ان تعالوا نشوف هنجيبها ازاي بي ان رقم فوق اكبر جوه ان وتحت اكبر جوه ان سكوير ان على ان سكوير تدينا واحد على ان البيج واحد واحد على ان اس كبير البيج واحد يبقى تبعه بيج يبقى دي ان تبعه بين هقول تاني باخد اكبر قوه فوق وتحت فوق ان وتحت ان سكوير ان على ان سكوير ده واحد على ان واحد على ان بيج 1 واحد على ان سي بي يبقى بيج 1 بيج 1 تبقى تبعه بين يبقى دي ان تبعه بين هنعمل الاختبار هنقسم دي ان على دي ان يبقى ليميت ان بتروح لفين ايه ان اللي هي عبارة عن 2 ان ناقص 3 على ان سكوير زائد ان ناقص 1 على دي ان ده بكام؟ بتدينا ليميت ان بتروح لانفينيتي 2 ان سكوير ناقص 3 ان على ان سكوير زائد ان ناقص 1 فوق قد تحت الداتا 2 على 1 الداتا 2 كمية فاينايت ما تساويش 0 ايه ان على حاجة ما تساويش 0 ايه ان على حاجة دي ان دي ان تبعودية اذا دي ان تبعودية فاينانت ايه مش تقاربية دي ان لو ده برضه مش صعبة نعم ايه؟ ده لازم يكون فرد بنتي تخرج بسرعة دي هي تبعودية دي كده تقاربية تبقى دي كده لان كده تقاربية دي طب لازمتها ايه بقى نعمل حاول واحدة كمان ميزان واحد الفرق اللي بيتكلم خلي صوت بس والله صعب موضوع عايز تاني ميزان واحد صفحة 9 اختبار ان بيساوي 1 بانفينيتي ان سكوير على ان سكوير ايوه عاملاها بطريقتين الطريقه الاولى والثانيه حتى الصوره العمليه هوريك بقى الصوره الاولانيه كانت بتتعمل ازاي ان زائد 2 على ان سكوير لو عملت اختبار البنت سبب يطلع بصفر فوق افضل من تحت
واحد تبع ذلك بعد الاختبار ليميت ان بتروح لانفينيتي ايه ان على دي ان تدينا ان زائد 2 على ان سكوير دي ان تدينا ليميت اكلت ليميت ليميت ان بتروح لانفينيتي ان زائد 2 على ان سكوير في ان تدينا ليميت طلعت من غير ان بتروح لانفينيتي ان سكوير زائد 2 ان على ان سكوير ادتنا واحد ما تقولش زيرو ايه انا على حاجه دي انا كده ليه انا تقربيه استنى طب يا عوديه طب يا عوديه دي تبع عوديه تبع عوديه يعني انا نعملها بطريقه كده اللي هي المقارنه الثانيه بس انا نصيحه ليك دي اللي تحلو بيها ايوه دي الطريقه الثانيه بتعمل ازاي قول ما بحبش حاجه دي ولا انا بس بقول لك يعني بالشيء طب ليش عشان ان تساوي واحد انفينيتي اثنين ان لا سوري ان زائد اثنين على ان سكوير باخدها بره بقول ان زائد اثنين على ان سكوير بيساوي ان على ان تربيع زائد اثنين على ان تربيع يعني واحد على ان زائد اثنين على ان سكوير تعالوا بقى واحد على ان زائد اثنين على ان تربيع باخد ان واحد على ان هقول دي اكبر من واحد على ان اهي واحد على ان مضاف عليها باخد الدن الكبيره ما ببصش على التقارب ببص لان على التباعد يبقى واحد على ان زائد اثنين على ان تربيع اكبر من كام؟ واحد على ان واحد على ان شكلها ايه؟ تباعديه ودي اكبر منها يبقى دي تباعديه دي الطريقه الاولى بس ما احبهاش ولا هفضل افكر اخد ايه مش عارفه ايه لكن الثانيه الطريقه العمليه بدل بي ان وبي ان وطلع الاجابه يعني الطريقه لو قلت كنت تقارب بس دايما تبعت تبدا بالتباعد يعني عندي واحد على ان تربيع واثنين على ان لازم اقارن واحد على ان كبيرة يعني ما اقارنش دي اقارن دايما بالكبير قلت واحد على ان زائد اثنين على ان تربيع دي اكبر من دي ودي اصلا تباعدية ودي اكبر منها يبقى تباعدية دي بتعرف تعملها زي فزورة نعم سوي ايه؟ دي على طول اختبار يا شيخ دور على او انت غلطان انت غلطان في المقارنه ايه بقى الصواريخ اقارنت الجاري دي واحد على ان تربيع دي بقى دي ان تربيع رقم اثنين اصبحت دي ان كيوب زي تربيع فوق على المثال اسمها ان دي انا دورت على كل ده لان انا غلطت في المقارنه بص بقى المثال الثاني ده جه في امتحان الانتر السنه اللي فاتت نمرة اثنين واحد اللي بس في الدي سي ده نوع للاسف الامتحان هقول لك عليه يقول لك اثبت ان واحد على ان اس بي فور بي اقل من واحد بتكون تبع بي ثبت لك ان هو طب ثبتها تبع بي فلو فور بي اقل من واحد عايز اثبتها مش نراجع على دي كانت امتحان ميد تيرم رجوع للبروفات يقول لك اثبت ان واحد سيجما واقل بيساوي واحد من واحد على ان اس بي فور بي اقل من الواحد تبع دي دي كانت لهم الامتحان موجوده تحتي تسعه لكن لا 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 ل
لا لا لا